أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت حول معدلات لمثل هذا الوقت العام، طقس صافي لكن استمرت الرياح الشرقية بالهبوب التي زادت من الشعور بالبرودة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي بغيوم عالية بدون فعالية، 9 درجات مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 6 درجات، الرطوبة 77%، والرياح تبقى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، تستمر الرياح الشرقية بالهبوب، إربد 18 إلى 11، المفرق 14 إلى 8، جرش 15 إلى 10، وعجلون 15 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 15 إلى 8، البلقاء 18 إلى 12، عمان 15 إلى 9، مأدبة 17 إلى 8، والبحر الميت 23 إلى 14 مع هبوب لرياح شرقية تزيد من الشعور بالبرودة. المنطقة الجنوبية الكرك رياح شرقية نشطة السرعة 14 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 9، الشوبك 13 إلى 7، معان 15 إلى 5، والعقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 9، الصفاوي 16 إلى 9، ورويشت 17 إلى 9، مع رياح شرقية تزيد من الشعور بالبرودة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.